انا واحده طعم ثانيه وش هي؟ عمشه ورجسه. رجسه الله نعم. كلنا عشات كلنا عشات الحمد لله. ترى ما قاعد اشوف انا واحده طعمه وثنتين صالح. واحده وشي؟ جدتي طعمه وثنتين صالح. ايش طالب شاورما انت؟ وش؟ كيف ثنتين صالح؟ جدتين صالح. جدي ابو ابويا متزوج ثنتين. كلهم بني صالحه. كلهم صالحات. صالحات. الله يعطيهم الصحة والعافية. اللهم. وانت اسم جداتك؟ ايش تبغى؟ كيف ايش يدري عني؟ لا على قولته سالفة رجال كلمني. ما في سالفة رجال ما تروح. شو اسم جداتك؟ لا ما يروح والله انا عارف حركتي بيصرف. شو اسم جداتك؟ واحدة اسمها مزهرة بنت سعيد بن بلال. نعم. تستاهل. وواحدة اسمها سمحة بنت مسفر بن دهام. والله نعم. الله يعني. وانت يا ابراهيم. ربع اعمارهم. حرك الدور الدموي عندك. ايش تبون؟ سلامتك يا خفوك. الله يسلمك يا الله. يلا عيال بركة. شو اسم جدات؟ هو يسأل عن بركة البيوت. اي بركة بيت الجدة والله العظيم من الجدة. والله العظيم اول شيء الله يطول باعمارهم ويرحم المتوفي منهم. اقسم بجلال الله يا الربع والله صادق 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 بعد وفاتهم يرحمها ان الجده بالبيت وجودها انها نور. انا جدتي شريان الحياه. جدتي دولة بشر. جدتي ملحنة عندها غسيل كلى فتطلع ثلاث مرات اوديها لغسيل كلى وترجع. وانا والله العظيم عندها غسيل كلى. الله يشفيها ويعافيها ويطول عمرها. ادعوا طول عمر السلامه. الله يشفيها ويعافيها. الله يشفيها. الله يجمع مرضى المسلمين. والله يا الربع مرضى المسلمين اجمعين. الله يجزاكم بالخير. والله يا الربع اني اذا وديتها احيانا تتعب وكذا شفت ان البيت يصير له وحشه. ترى الجدات هي من بعد الله ها سلسله الوصل الاساسيه بين عيالها. صح والله انك صادق. امانك ولا خوالك هي سلسله الوصل الاساسيه. والله انك صادق. الله يبيض وجهك. كلنا الجدات والشاعر. انا شو بقول الحين لاخواني يمكن في اخوان طال عمرك على ام واخوان من ام ثانيه. اي عرفت؟ انا هرجع للمبدا الاساسي يا صقر. المبدا الاساسي الشايب. ادري كلهم كلهم براس. من وين من وين خلونا اعلمكم عن جدات. انا اتفق مع صقر في ناحيه في بعض البعض البعض تحصل ممكن الجدات باقي فهمت يعني باقي موجودين احياء فهمت والشباب ما موجودين شباب متوفي تحصل قله في التواصل او انه في قله في التجمع او ذا فرق اذا انه العود نفسه هو موجود تلقاهم كلهم محضرين. صح صح. لا والله كلهم عين براس. لا والله انا اختي شايب المنقد موجود شايب. انت شفت حتى لو يحصل بين عياله شيء يقدر يصلح. صح عرفت. والله كلهم عين براس. علي انا اقول اثنين. علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول اذا ما راس اهل البيت ولا صح بدا لهم من الناس الجفاء. نعم عرفت يحدث. لكن ابو حصه طرح موضوع سؤال قبل الموضوع. سؤال الجدات. الجدات اسم جداتك؟ أنا جدتي أم الوالد الله يغفر لها ويرحمها عاشة بنت عوض أبو فمين ونعم الله يغفر لها ويرحمها رحمها الله رحمة الأبرار. رحمها الله رحمة الأبرار. والله أن الناس كانوا يجون في غياب جد الشيخ أحمد بن خضر بن عوض أبو فمين وأنها قالت شوف يا فلان الشبكة عندك أذبح وقرب وياكم الرجال على هذا السرع ويتغدى. لا جاء وفيه رجل من جماعتنا حتى يعد الموضوع هذا جاء ولا لقي جدي أحمد قدتهم أثمام الله يغفر لها ويرحمها ويرحمهم جميعا والوالد أظنه كان في الدوام وزيك فجاء جدي أحمد على العصر أعطاه الموضوع قال ها كتر الله خيركم يا أبو أثمام أنا بمشي. قال وين؟ ما العشاء. قال لا والله أنا أخذت الواجب. المعزبة أم عثمان قدتنا قال لا هذا واجب أم عثمان وأنت والله أنك ليتنا لك العشاء. وجدتي أم الوالدة الله يطول في عمره وعلى قيد الحياة فائدة بنت أحمد بن مطي. والله نعم استاهلوا. الأولات من غير قصور. الأولات والله أني أقوله أنا صدق الأولات أقسم بالله إنهم أنجبوا رجال ووقفوا مواقف رجال. ما زال يا أخي دائم يقول لك وشو الكبر وقار بالعمر. حلو يا أخي وجود الجدة والجد بالبيت شفت يا أخي أنا أشوف أنها هي البوصلة للسفينة هي الأساس. يعني أنا أشوف مثلا أحيانا أنا أشوف أبوي
نجلسون الجبل جلسة. أنا جدتي عايشة بس جدي اللي من أبو جدي دهيم الله يرحمه متوفي. الله يغفر له ويرحمه وما تنسى. أما من أمي الله يرحمها جدي وجدتي كلهم عايشين عايض وخديج. لكن الشاهد الموضوع أقول لك طول العمر أحيانا أجلس أنا بجلسة فهي أصلا تفك الوصل. يعني جالس أنا جدتي موجودة الوالد موجود أنا موجود. أحيانا أبوي مثلا يأمرني أمر وأجيبه كذا فأحيانا جدتي تيجي تقول أبي ما أروح أنا يقول يبوي يجلس ما تروح يروح هو إنه يبر فيها. فأنت تشوف المشهد اللي يعني البر قدامك تشوف المشهد العاطفي قدامك والمشاعر هذه قدامك فهو ترى نقطة الوصل والأساس هذه اسمها التربية يعني مو بكان بالفعل قدامك صح. يعني تخيل تشوف أنت أبوك مع جدك ولا مع جدتك يجي يلبي طلبه وكذا فأنت تستحي على نفسك وتبر برك من بر الوالد مراد تحر إيه تأخذها يعني مو يعني زي ما تقول التعليم بالفعل مو التعليم بالكلام تطبيق عملي تطبيق عملي قدامك فهم الوقار هم الأساس هم والجدة دائما ملجأ للأحفاد بعد الله سبحانه هذا من الولد إلا ولد الولد نعم ملجأ ملجأ للأحفاد طال عمرك من يوم يمسكون عقولهم ولا عدهم بها صدت ولا قذر زين أما ما داموا بزرق والله ما لهم شوف بزرق أنت شفت يزعجونهم لا خربون البيت اللي الرجل هذا شاد أنا فاقد أنا معتل صقر أنا مرة أنت على طاري ذي لا دقيقة أنت تكلم واقعي يا شين أنا كبار السن كبار السن ما يستهدف من البجران الصغار الشمس لا لا, لا شوف ممكن انتبه عندك براي يا أخوي يمكن أنتوا الأطفال اللي عندكم محترمين عرفت مؤدبين ما يخربون ما يزعجون ما يبكون ما يصايحون يا أخوي تبني علمك صقر ما بشادها يا واحد يشيل يسلم عليه فين مرة قبل فترة كيف الحال؟ قال كيف حالك وكيف الجماعة والأهل؟ قال صقر أما أنا فأنا بخير أما الجماعة والأهل مالك دخل فيهم ما يعرفهم تسأل منهم ليه؟ يا راح أقول لك بعض شوف هذه تمشي والله يا بعضهم يخدع بشيء ما ينقال شوف إبراهيم مرة مرة يا الربع تقول مرة صار لي موقف أنا ها ولد عمي عبد الله مسي بالخير مره ايش سوينا انا زي ما تقول جريه خفيفه اسقاطه اسقاطه شو رايك بس كنا وشو عليا بالمتوسط وكذا المهم دخوليه سوينا دخوليه على كيفك الشاهد اخذنا السياره وزي كذا وصدمنا فيها المهم وتوعد حدث هذا وتوعد فينا عمي اللي هو ابو عبد الله مساعد ابو سلطان ابوي جاء ابو سلطان صاحب القناة والله اقسم بالله يا كنا وقتها من جد خصومات عمي من هنا وابوي من هنا حتى جاء عندك دولك والله العظيم من الله ما رحنا ولا التجينا الا عند جدتي سيده ورا اوه يوم جينا عجل وزيت والله يوم جينا قالت مؤخر قال رجل بيضو قال هم جايين تخيل محتمين ونصبين والله ما تلمسونهم اصلا مجرد انه يجيك ويعصب يشوفها قدامه يبقى والله ما تلمسونهم قالوا مره قالوا حتى يوم قالوا خلاص نشوفهم بعيد كذا عرفنا وضعيت اللي تعرف اللي اذا طلعنا جدي تكفينا قالت سريع يا سلطان جيبوا فشك وترقدون عندي والله كاملة ذكرني حاتم بموقف احنا عندنا المجلس اول ما تدخل بيتنا الاول اول ما تدخل مع الباب المجلس يمينك على طول وكان اذا فيه ضربه دايم ابوي اذا فيه ضربه يجهز الخيزران جنب الباب كذا اول ما تدخل حبيبي من اول ما تطلع في المجلس كذا تشوف الخيزران واقفه قدام ومره في رمضان طالعي انا والله اني ملقوف انا واحد من العيال تيمي ملقى وطلعنا نعيرنا واحد من عيال جيران نطرده وله عياره ونعيره يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان اهل الزعل علينا راح طق باب البيت ابوي طالع له كيف الحال ابو خالد شلونك طيب والله بخير قال يا ولد يا زين عيالك هدوني يا زين ايش قالوا لك قال يعايروني ويسوون بي وانا والله اني اقدر اضربهم لكن فرق هو اكبر منه بواج الله قال فرق السن بيني وبينهم والله اني مستحي منك جار رجال كبير اي رجال كبير بيننا وبينه يمكن 8-9 سنين سلم قال ابويها من غير امر عليك نادفهم لي ويجينا خالد قال خالد اخوي اكبر مني هلا قال راح للبيت ابوك يا باك خالد يروح يوم يوصل خالد البيت قال ابوي اخوانك وينهم
كان خادم عند العيال، قالها رحنا نقول انا ومعي ولد عمتي. ايوه احنا نجي. اصلا اول ما جيت لقيت مشرع البيبان سوي كذا على المجلس، تفضلوا الى المجلس. اول ما شفت الخيزران دريت ان في جلد. اوه يا عمي في جلد، جلد. اوه يا عمي تعرف جلد محترم. اي وانا ادخل اي مجبر. اول ما دخلت المجلس قال الحين فلان ايش تبون بهم يعينون يا ابوي؟ بحاول اوضح ما في تبرير. اسحب الخيزران لجدتي الله يطول عمرها يوم دخلت مع الباب. الله اوه تسلك مستبشر من بالمطر. ولد عمتي ينحاش على طول لاني انا في الوسط وخاله دايما واحد وابوي واقفون قدام خاله. ابوي درى اني بنحاش، كان بيوم صوت خالد ودرى اني بنحاش. اخوي يدور علي شوف يوم صوتني مسطه واحده، يوم صوتني مسطه واحده وانا انحاش. ولا جي والله جدتي قالت بيجي يجي يوم صوتني، قالت جدتي دخلت تخيل السنه عاد تقرب. ايه الحين ما عاد بقى الا خالد. خالد وقف محل ابو يمسطه مسطتين ويمشي، مسطتين ما هي ببلي ويمشي. ولد عمتي من الراعه قام يبكي. ايه يبكي. اوه يا عمي سبق بها. وانا سبق بها. وانا من الجلده وشفته يبكي وانا ابكي معه. اشار. يعني زي الفزعات اللي تصير. خالد اخوي يدخل علينا في الغرفه. هو يطالع فينا لان جلوس في الغرفه انا ابكي. قال يا رخوم كذا يقوله يا رخوم تبتسون. اثر ابوي واقف في الصاله ويسمع. من اللي يقول؟ خالد يقول يا رخوم تبتسون. ابوي واقف في الصاله يسمع. ابوي يروح للمجلس ياخذ الخيزران. هو يدخل علينا في الغرفه. قال ايه اثر ام رخوم اخذها وذقها ويضرب خالد لين بتسى. يوم بنسى خالد قالها خليك الحين رخمه معاهم يطلع من عندها ويروح. ابو نيا مغربة انتم لهجتكم يعني لهجتكم تبتي كذا ها؟ سبحان الله. حتى مخاطبة الحريم عندنا شلونك كيف حالك طيبة كذا. ايه ما نقول كيف حالك شلونك طيب كيف حالك رتويت كيف حالك؟ انتم زيك رتويت. اي لاحظت الرباية حتى الرباية وهذا البضم هذا لازم نشوف له حل. اسلم يا صقر اسلم. نجم نجم تفضل. ابي نادر اني خبطهم. ليه؟ انا ماني ازعل عرفت؟ لكن بعض المرات ما تسوي اسقاطات؟ ما اسوي شيء. زين متعمد ايش؟ علشان ما ازعل. شوف لكن يا طول العمر حتى انه اللي ضاق مني ولا زعلته ولا احاول اني اجيه في وقتها. ابغاه يبرد حرته. سوي الود. ولمن ضربني اوقف له. خليه ياخذ راحته. اي والله. يوم خبطت اخي. اوه. جاء بيني وبينه بعض ما يكون وهو اخطا علي. خبطته من باب ايش؟ اني مثل ما تقول خوك الكبير. اعلمه واربي انا اخي الكبير. ركز ما ضربت خبط. ما ضربت خبط. اني ضربته. خبط. يوم ضربته. قلت هالعلم بيجي بي وبيزعل علي لكن ما ابغى يخبطني علشان اخي ذا. زين خلني نسوي سين يخبطني عليه. لا علشان ايش؟ اخي ذا اخي ضربته ابغى علمه يروح بي يضربني يعني انا مخطئ. هو بيعترف الحين عرفت؟ ايه بيعترف عشان ما يضربه. لا واروح يا طويل العمر صوب جدتي. سلام عليكم يلا حيه كيف الحال؟ العلم عفاش. العلم كذا 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 ذا الحين قد إذا عندك. قالت أروح لا تقعد عندي يا ولدي والله أنك وزيت. راح بس تقلي على ولدي حي الجدات والله. اي والله تقلي ترى فلان في وجهي والله لا تقربه ولا تسوي به شيء. وهو يخطي مو هو يخطي يا عربة مو هو يخطي وذا شيطان باتصال خلاص روح روح تمش سوي اللي ودك. صقر انا زيك يعني جدتي ساكنه معنا في البيت من يوم هي تروني اقسم بيت الله ملقوف 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 هنا في كان استغفر الله ونصير كان في شياطين استغفر الله انت تمشي يود ملقوف كذا احيانا اتعمد الغلط بس عشان اخلي ابوي يعصب يجي يلحقني واروح عند جدتي عند السراء عرفت اللي اسوي كاني جيري في البيت ابوي يلحقني والله يلا جدتي وين يلا بيت اقفل علي الباب يلا اتحداك تجي كذا هايط يعني اروح ورا جدتي هايط انا ابوي حداك تجي يلا ذا على خشمي انك تطلع مرحب
اخلي هو ايش المره الاولى يعديها، المره الثالثه الثانيه يعديها، الثالثه اذا تراكمت عليه الواد الله يطول في عمره فهمتني، خليني مهدي الطريق فهمت اللي خلاص يعني شفعت لك جدتك وكذا. يلا يلا مشينا نروح تمشى انا وياه. اول ما طلعنا وياه تعال عاد عنده فرصه هنا في الصدر فهمت، عرفت اللي يمسك هذا الصدر يمسك 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 يلف 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 ارجع لك خرابه. اقسم بايت الله فرصه في الصدر مع لحظه البقره مع دقه السلم مع كفين يعني خاصه اول واحد على المسواق انا اكبر واحد من اخواني والله. جاني ما جاء الناس كلهم لا في المدرسه ولا في البيت ولا حتى اشوف تعامل الحين مع اخواني انقهر اضربهم بدال. والله الوالد عندنا الله يطول بعمره يعني ودي انه يضربني ولا يتكلم ولا ما دانية هذه انا ما دانية اذا جاء اذا زعلت ابوي وعاتبني ولا ضربني إيه ودي يضرب ولا يتكلم اموت اسلم. شفت ابراهيم والصياح والناس والكلام من جد والشخصية وكذا يعني عند الوالد ينتهي كل شيء تماما. لا لا فعلا فعلا أنا أستحي يعني الوالد على انفراد كنا نتكلم معاه وأمون ونتناقش ويعني جدا وأحب سولف مع الوداء منذ الصغر عرفت، لكن يعني مكان او كذا او اخذ او عطى ما اقدر ارد على الوالد. ما هو ما كذا يا اخي شيء ما ادري كيف اوصفه لكم. الله يطول بعمره ويحفظ لنا ولكم. يا اخي انا لو قلت لكم شرفتي جدتي من ابوي جدتي ام حزام خديجه عمر السلامة. مرحبا اقول لك وقتي بكرسي. كرسي كرسي خلنا كرسي من استغفر الله الحبيب ابو سعيد سلمه